اختيار الغذاء. وهنا ننبه بأن الغذاء الصحي أو التغذية الصحية ليست مرتبطة بالجانب المادي، ليس هو الغذاء باهظ الثمن، باش نحيدوا هذا الاستعذار إن صح التعبير. الأمر الأول في اختيار الغذاء، كلما كانت التغذية طبيعية كلما كانت أفيد. نتجنبوا المصنعات، نتجنبوا المعلبات، نتجنبوا المصبرات. الأمر الثاني، كلما كان الغذاء طازجا، يعني وهنايا كنفتح قوس ديال الطب الطاقي، كلما كانت المنفعة أكبر وأفيد. الأمر الثالث، كلما كان الغذاء موسميا، نأكل الفواكه الموسمية، نأكل الخضر الموسمية، كلما كان الأثر ديالها مهم وأحسن. والنقطة الأخيرة في الاختيار، كلما كان الغذاء أو لا المحصول محليا كلما كان أفيد. فنحرصوا على هاد الأمور هذه في الاختيار، فاش نمشي للسوق نطرح هذا السؤال هذا ونختار هاد 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 نوضع في 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 اقتناء المواد الغذائية هاد المحاور الأربعة اللي ذكرت. الأمر الثالث أو الرابع هو الطهي. قد أختار أفضل الأغذية، لكن قد أضيع كل هذا الغذاء في عملية ديال الطهي. وهنا قاعدة مزيان نعرفوها في التغذية، في علم التغذية، الطهي يفسد القيمة الغذائية للمأكولات. يعني شنو معنيتها؟ هو أنه كلما تفادينا الطهي كلما كيكون النتائج والفوائد ديال الطعام أكثر. نعطي غير بعض المعلومات ولكم أن تستنتجوا. فيتامين سي تفقد من الأكل إذا تجاوزت درجة حرارة الطهي 60 درجة. فيتامين دي إذا تجاوزت حرارة الطهي 110 درجات. وبأكثر من 120 درجة الطعام يصبح بدون فائدة غذائية إن صح التعبير. وهنا غير للتذكير، فالكوكوت أو طنجرة الساعة كما تسمى تصل درجة حرارتها إلى أكثر من 120 درجة حرارة. إذن هنا كلما استعملنا أغذية طازجة، خضار، فواكه، سلطة وما إلى ذلك، كلما تكون إن شاء الله تعالى الفوائد أكثر وأكبر. ما ندخلش في التفاصيل الوسائل ديال 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 الطهي وما إلى ذلك، هذا محور متشعب. إشارات نختم بها حتى هي كذلك مهمة، هي الماء. هذا واحد العنصر مهم جدا في جسد الإنسان اللي كان غفلوا عليه. مزيان القولة اللي قلت لا نأكل حتى نجوع، هذا فيما يخص بالأكل، لكن في الماء ما خصناش لا نشربه حتى نعطش، خصنا نشربه في كل وقت وحين. كل ما شربنا كل ما مزيان، لأن نسبة الماء في 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 الجسم يجب أن تكون مرتفعة ومهمة جدا. أمر ما قبل الأخير هذا إذا سمحتي، هو الأمر ديال الرياضة والحركة. هاد النظام اليومي وكثرة وضغط ديال الأشغال والعمل قد لا يسعفنا الوقت باش أنا نخصو واحد الوقت للرياضة، وهذا مهم جدا للحفاظ على سلامة أبداننا أن تخصص وقتا للحركة ووقت للرياضة. ونختم بهذه لأن حتى هي الصيرورة ولا نبغي نقول الضغط ديال المستجدات يجعلنا أننا كنفرطوا فيها، وهي النوم. النوم ينبغي أن يكون مبرمجا، وكلما كان مبكرا كلما كان أفيد، لأن مجموعة من الهرمونات ومجموعة من الوظائف ديال الأعضاء اللي مرتبطة وفق هاد الساعة البيولوجية اللي مرتبطة بالليل والنهار، بالضوء وبالظلام. والله سبحانه وتعالى جعل الليل للنوم والنهار للمعاش، فلا يجب أن نقلب الآية. وخلاصة، لا بد من برنامج حتى نحافظ على هذا الجسد اللي هو أمانة، الله سبحانه وتعالى جعلها لنا لنحافظ عليها
حتى نلقاه بأجسادنا سليمة، وحتى ننعم بالصحة ما حيينا، اللي هي رأس مال بل تاج لا فوق رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. لابد من برنامج في الغذاء، في النوم، في الرياضة، في كل هذه الأمور. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للحرص على تغذية سليمة وصحية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.